دكتور رجح، حضرتك كنت بتتكلم عن يعني موضوع مهم جدا جدا، عن ضرورة رعاية الدولة بمؤسساتها الثقافية على سبيل التحديد، وأيضا المؤسسات الأخرى بموضوع الموسيقى والإنتاج الموسيقي وانتشار الموسيقى وتأليف الموسيقى، لأنه الحقيقة ما فيش حد تاني هيراعي هذا المسألة إلا جهات الدولة الرسمية. طبعا وزارة المالية وزارة المالية طبعًا. يعني الممولة طبعا وزارة الممولة. المالية يعني دايما في وزارة الثقافة والوزارات، وأكيد في الإعلام بيطلبوا دعم هذه الفنون، فوزارة المالية بتحدد لهم مخصصات معينة. المخصصات دي في تقديري إنها قليلة جدا، وطبعا الوزارات المعنية دي بتطالب طبعا أكتر، لأنه هو في الآخر عشان ينتج هو محتاج دعم مالي. فهذا الدعم إذا كان الدولة بتنظر له على إنه رفاهية فما بتدعموش، إنما لو نظرت له على إنه جزء أساسي من الحياة الثقافية وله رد فعل كبير جدا. يعني مثلا الإرهاب، إحنا بنتكلم بيحاربوا الإرهاب، حارب الإرهاب بالفنون. لو أنت في كل مدرسة في موسيقى وفي تعليم فني وفي رسم، نص تلات أرباع المشاكل الإرهاب دي هتنتفي. إنما لما ما يبقاش في حاجة وفي نفس الوقت مجموعة يعني ضالة تسيطر على أفكار أطفال وكده، هو خلاص ما أنت ما عملتش حماية لأطفالك ومجتمعك من دولة، والحماية الوحيدة بالفنون مش بحاجة تانية.